ازي ياكم عاملين ايه اخواتي حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه هاكل بوصفه كبيره ان شاء الله تعجبكم جدا. طبعا انا بدأ الفيديو من هنا عشان مش هطول عليكم. جبت كل على النار يا جماعه وصفه المكرونه المبكبكه تمام بقطع الفراخ او قطع اللحمه زي ما تحبي. جبت اول حاجه حل على النار زي ما انتم شايفين كده، قطعت فيها حطيت فيها شويه زيت وقطعت فيها طماطم وفلفل مكعبات كده وشوحتهم تشويح بسيط، وبعد كده حطيت عليهم قطع الفراخ اللي انتم شايفينها دي. اقلب بقى كويس جدا كده واحط بقى البهار بتاعه معايا كده. ايه افضل بهار بحبه يا جماعه؟ الكمون والملح والفلفل الاسمر تمام. ومعايا برده شويه من بهارات الفراخ تمام، وشويه شطه حسب الرغبه يا جماعه تمام. انا يعني مثلا لو بحب الشطه حط شطه تمام، مش عايزه شطه يبقى ايه حاجه ترجع لي. هقلب بقى كويس جدا هسيبها كده دقيقه على النار وبعد كده هرجع لكم. سبتها يا جماعه دقيقه زي ما انتم شايفين لحد ما وصلت الشكل اللي انتم شايفينه ده كده، وقلبت كويس. وبعد كده هحط عليها بقى طماطم مفرومه. الطماطم المفرومه دي انا مفرمه فيها كام فص ثوم وبصلها يا جماعه تمام. هضيف كده هقلب تقليبه واحط بقى كيس المكرونه بتاعنا مكرونه قلم. هقلب كده يا جماعه طبعا وهزودها بس كوبايه ميه. وصفه جميله جدا هتعجبكم ان شاء الله وجربوها باذن الله. اللي هيعجبكم على الفيديو يا جماعه يعمل لايك ان شاء الله. استنوني بقى هسيبها كده يعني لمده ربع ساعه تقريبا وهوريكم الشكل النهائي. استنوني بصوا كده يا جماعه بقى كل شويه كنت بقلب طبعا زي ما انتم شايفين طلعه جميله جدا ومش معجنه خالص. هحط بقى عليها النار وهقدمها بقى في طبق التقديم بتاعنا ان شاء الله الطريقه تكون عجبتكم. اللي عجبكم على الفيديو اعمل لايك للفيديو، ولو اول مره اشوفكم ممكن ينزل يشارك فيها وفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد. باي باي.